الخارجية الأمريكية تقول إن السعودية واضحة بشأن العلاقات مع إسرائيل ولها شروط. بانتظار رد حماس، إسرائيل عين على الهدنة وأخرى على رفح، وإعادة الإعمار في غزة قد تستغرق 80 عاماً. على وقع الحرب البرهان يصل سنار، والخرطوم تعلن الطوارئ، و3 ملايين سوداني يفقدون وظائفهم للأبد. بعد سنوات من القطيعة، مباحثات عسكرية تركية مصرية، والجانبان يؤكدان توافق الرؤى في القضايا الإقليمية والدولية. وزراء داخلية إيطاليا، تونس، الجزائر وليبيا يبحثون ملف الهجرة ودعم استقرار الحدود في منطقة الساحل. وغضب موريتاني من توغلات ميليشيا فاغنر في أراضيها ومهاجمتها للقرى الحدودية مع مالي. ساعتان إخباريتان من الحدث معكم المبروك صغير، أهلا بكم. نبدأ من التطورات الفلسطينية، حيث وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل أرجوب بالمخرب الذي يرتدي بدلة ويدعم علنا جرائم حماس. وقال كاتس عبر منصة إكس إن أرجوب، وهو رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يعمل في جميع أنحاء العالم لطرد إسرائيل من الاتحاد العالمي لكرة القدم فيفا، مضيفا بأن إسرائيل ستعمل على إحباط خطة المسؤول الفلسطيني ولو بسجنه. في وقت سابق وجهت إسرائيل رسائلا إلى البيت الأبيض بأن تل أبيب ستتخذ خطوات عقابية مشددة بحق السلطة الفلسطينية، فيما لو صدرت أوامر اعتقال من الجنائية الدولية في لاهاي بحق مسؤوليها، ويحبس مسؤولون إسرائيليون أنفاسهم ترقبا لقرار المحكمة الذي قد يحمل إدانات عديدة لنتنياهو ومسؤولين آخرين على خلفية الحرب الدائرة في غزة منذ قرابة 7 أشهر، فيما تمارس تل أبيب ضغوطا على واشنطن للتدخل. وترى تل أبيب أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن أوامر الاعتقال المحتملة، وأنها سترد بخطوات كبيرة من شأنها أن تسقط السلطة الفلسطينية في رام الله. ومن بين الخطوات على سبيل المثال تجميد أموال الضرائب والجمارك التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة، وأنه دون هذه الأموال ستعلن الأخيرة إفلاسها وتنهار. من الدوحة ينضم إلينا جبريل أرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. مرحبا بك، أهلا وشكرا لوجودك معنا. ما الذي أثار غضب وزير الخارجية الإسرائيلي منكم حتى يصدر هذه التصريحات؟ يعني أنا بعتقد بأنه لأول مرة أصبحت الحكومة الإسرائيلية الفاشية عارية في مستنقع الإرهاب الرسمي اللي بتمارسه بحق الشعب الفلسطيني. ما يحصل بحقنا من تطهير عرقي وإبادة جماعية وتدمير للبنية التحتية بحق كل الفلسطينيين، ولكن بخصوص الجزئية اللي لها علاقة بالرياضة، تدمير كل المنشآت الرياضية واغتيال المئات من لاعبين وإداريين سواء كان باعتقالهم أو باستشهادهم أو حتى جزء حتى الآن تحت الأنقاض لا نعرف عنه شيء. فنحن توجهنا إلى الفيفا بمشروع قرار له علاقة بإلزام الاحتلال والاتحاد الإسرائيلي
بالقوانين والأنظمة واللوائح اللي معمول فيها في الميثاق الأولمبي وفي الفيفا. وهذا واضح يعني، وهذا دليل حي وملموس إنه هذا الاحتلال لا يحترم قوانين دولية ولا يقبل ولا يعترف بمرجعية كل المواثيق في كل شيء. ومن هون يعني نحن مش متفاجئين من هذا السلوك اللي فيه رعوني من وزير خارجية بتوجيه تهديد يتنافى مع كل القيم والأخلاق اللي لها علاقة بالرياضة. وكما قلت هذه برهان حي على عدم التزام أو احترام أو القبول بمرجعية القوانين أو المواثيق اللي معمول فيها، إن كان في الأمم المتحدة وإن كان في الفيفا وإن كان في اللجنة الأولمبية الدولية. ومن هون يعني هاي التعرية لهذا الحكم اليميني الفاشي النازي بالتأكيد يساعدنا في خلق عناصر ضاغطة وفي إقناع كل الاتحادات في كل العالم لمساءلة ومحاسبة إسرائيل. وهذا كمان بيأكد على إنه إسرائيل غير مؤهلة إنها تشارك في هاي المحافل، سواء كان في الألعاب الأولمبية أو في الاتحادات القارية والدولية. نحن بالتأكيد لن يهز موقفنا وتصميمنا على الاستمرار في إجراءاتنا وتوجهنا لكل الاتحادات الوطنية والاتحادات القارية والرأي العام لإخضاع إسرائيل والاتحاد الإسرائيلي اللي هو ينتهك قوانين الفيفا والميثاق الأولمبي وإخضاعهم للمساءلة في هاي المحافل، سواء كان في الكونغرس أو في التوجه إلى محكمة الكاس أو حتى إلى محكمة العدل الدولية. إحنا بنمارس حقنا وإحنا مقتنعين بسلوكنا وإحنا مؤمنين بأنه سلوكنا ينسجم مع القوانين الدولية اللي الاحتلال الإسرائيلي لا يعيرها أي اهتمام، ويصر على أن الإرهاب والقمع والقتل والترهيب نعم. هو وسيلته للتعامل مع كل ما هو فلسطيني حتى مع الرياضة والرياضية. من الدوحة كان معنا جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. تكثف مصر جهودها لتحقيق هدنة بين إسرائيل وحماس يتم خلال تبادل المحتجزين من الجانبين، ما قد يفضي إلى تأجيل عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح. وتكررت الإشارات المصرية بشأن تقدم إيجابي في المفاوضات الجارية لتحقيق هدنة مرتقبة في غزة. من جانبها ذكرت حماس في بيان أن وفدا لها سيزور مصر قريبا لإجراء مزيد من محادثات وقف النار. وأضافت الحركة أن هنية أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس المخابرات العامة المصرية على الروح الإيجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف النار. ويلتقي في هذه الأثناء وزراء إسرائيليون كبار لبحث مقترح اتفاق الهدنة واحتمال شن العملية البرية في رفح. نتنياهو استبق اللقاء المرتقب بالقول إن الاختلافات موجودة وستبقى قائمة. كانت ولا تزال هناك اختلافات في الرأي في صفوفنا حول عمليات في ساحات قريبة وبعيدة، ولكن اتخذت قرارا في ختام النقاش وتم اعتماده. عملنا هناك وسنعمل أيضا ما يجب القيام به من أجل تحقيق النصر والتغلب على أعدائنا بما في ذلك في رفح. حمل وزير الخارجية الأمريكي أنتونيو بلينكين حركة حماس مسؤولية التوصل لاتفاق هدنة في غزة.
جاء ذلك في تصريحات خاصة بها بلينكين شبكة NBC الإخبارية، أكد فيها استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات كبيرة لتحقيق الهدنة. لكن وزير الخارجية الأمريكي عاد وأشار إلى أن إسرائيل ستمضي قدما في عمليتها العسكرية برفح إذا لم يتم التوصل لاتفاق هدنة. هذا ووصف بلينكين مقترح الهدنة المزمع بالصفقة الجيدة التي قد تؤدي لوقف إطلاق النار في غزة. كشف المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الرصيف البحري الذي قامت بعمله واشنطن لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عرقل إنجازه سوء الأحوال الجوية، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم إنجازه في غضون أيام. إعادة قطاع غزة ستكون مهمة لم يسبق أن تعامل معها المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية، هكذا وصفت الأمم المتحدة الدمار غير المسبوق، مضيفة أن إعادة بناء المنازل في غزة سيستمر إلى القرن المقبل في حال سارت وتيرة إعادة الأعمار كما في الصراعات السابقة. الأمم المتحدة في تقييم جديد شبهت غزة بوضعها الحالي بسطح القمر، قالت إنها بحاجة إلى قرابة 80 عام لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل. التقييم دعا إلى تسريع العمل في آلية إعادة الإعمار بغزة 5 مرات عن ما كان عليه في السابق لتعود غزة إلى وضعها الطبيعي بحلول 2040، مشيرا إلى أن المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية والدمار الجسيم خلال فترة قصيرة في غزة تمثل أزمة إنمائية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال. التقييم الأممي توقع ارتفاع معدلات الفقر في غزة إلى 60% إذا ما استمرت الحرب 9 أشهر. كانت الأمم المتحدة قد كشفت بالأمس عبر الحدث أن كلفة إعادة إعمار قطاع غزة بين 30 إلى 40 مليار دولار. نعم، نحن الآن وضعنا إطارا تخطيطيا تفصيليا لمرحلة التعافي المبكر. إعادة الأعمار سيدتي قضية طويلة للغاية وأيضا مكلفة للغاية، تقديراتنا المبدئية أنها ممكن أن تكلف ما بين 30 إلى 40 مليار دولار على الأقل. نحن الآن يهمنا أن نؤمن عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى سكن مؤقت كريم في مواقعهم الأصلية. مع هذا السكن يجب أن يكون هناك الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحي وطاقة كهربائية، وأيضا بعض الخدمات الحكومية الأساسية. لا تنسي الناس فقدت أوراقها الثبوتية، فقدت أملاك أوراق الملكية وغيرها من القضايا الهامة جدا. وصف مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش اللقاءات بين حركتي فتح وحماس بغير الجدية وغير المثمرة. الهباش أرجع ذلك كون حماس لا تريد مصالحة ولا إنهاء للانقسام، كما اتهم مستشار الرئيس الفلسطيني حركة حماس بأنها تريد دخول منظمة التحرير للاستحواذ عليها. هذا وأشار الهباش إلى أن ثقافة حركة حماس هي إراقة دماء الفلسطينيين على عكس حركة فتح. مستشار الرئيس الفلسطيني أضاف أنه يمكن بحث الاستعانة بقوات عربية بغزة في اليوم التالي للحرب، الذي شدد على ضرورة ارتباطه بحل سياسي يشمل القدس والضفة وغزة. مستشار الرئيس الفلسطيني أضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد دولة فلسطينية ويفضل فصل غزة عن الضفة، كما أشار الهباش إلى أن نتنياهو يفضل أن تبقى حماس ضعيفة وتحت جناح إسرائيل. وحول الولايات المتحدة أشار الهباش إلى غضب الرئيس محمود عباس من واشنطن بسبب عرقلتها للمقترحات العربية لإنهاء الحرب، فضلا عن عدم تقديمها وزير خارجيتها أنتوني بلينكين لأي جديد خلال زيارته للمنطقة. من واشنطن ينضم إلينا الباحث في معهد واشنطن غيث العمري، ومن رام الله ينضم إلينا المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور. مرحبا بكما وشكرا لوجودكما معي. أبدأ مع ضيفي من رام الله عصمت منصور فيما يتعلق بالإشارات المصرية المتكررة بشأن تقدم إيجابي في المفاوضات. أين نقرأ هذه الإشارات في كل ما صدر من تصريحات مؤخرا ومن تحركات فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة؟ مساء الخير وتحياتي لك والضيف الكريم.
يعني لا شك أن هناك تقدم، كل المؤشرات تفيد أن هناك تقدم، هناك جدية، وهناك كما أشرتم جهد مصري هائل يبذل. مصر تدرك خطورة أن تفشل هذه الجولة، هذا سيعني أننا سنذهب إلى مواجهة في رفح بكل ما يترتب على هذه المواجهة من كوارث إنسانية وسياسية وإقليمية، وأيضا الكثير من التداعيات أيضا في العلاقة بين إسرائيل ومصر وغيرها من التداعيات. لذلك مصر تبذل هذا الجهد، ولكن هذا التقدم بتقديري لن يصل إلى اللحظة التي يجسر فيها بشكل كلي أو يقرب من التوصل لاتفاق. لا زالت العقبة الكبيرة هي مسألة إنهاء الحرب. هذه المسألة بالنسبة لحماس هي مسألة حاسمة، وبالنسبة لإسرائيل نتنياهو وصفها أكثر من مرة بأنها هزيمة. الإعلان عن وقف الحرب دون تحقيق أهدافها ومع بقاء حماس في السلطة في قطاع غزة سيعني هزيمة وعدم تحقيق أهداف الحرب. حتى يعني من الناحية التفويض والشرعية بين قوسين، نتنياهو لا يملك شرعية كما يدعي يعني المقربين منه لوقف الحرب، لأن هناك قرار كابينيت وقرار حكومي بأهداف لهذه الحرب، وما لم تحقق هذه الأهداف لا يمكنه أن يوقفها، ولذلك هذا يخلق هذه الصعوبة. الآن ربما يعني الأمر سيتطلب بتقديري جولة أخرى من التفاوض. حماس ستقدم ملاحظاتها، ستنقل هذه الملاحظات إلى إسرائيل. السؤال الكبير، هل سيأخذ نتنياهو هذه الملاحظات كذريعة للهجوم على رفح واعتبار أن حماس أفشلت الصفقة، أم سيعطي فرصة أخرى وربما يعيد تدوير هذه الملاحظات ويقدمها بطريقة يمكن من خلالها يعني جسر الهوة، لو على شكل صيغ فضفاضة أو نعم. صيغ ربما غير يعني واضحة ولا تسجل عليها أمام اليمين أو أمام الجمهور الإسرائيلي أنه تنازل عن مسألة استمرار الحرب والذهاب إلى رفح؟ أستاذ غيث العمري، مرحبا بك في هذه الساعة الإخبارية. عندما يقول وزير الخارجية الأمريكي أن إسرائيل اليوم مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة للوصول إلى هدنة، بناء على ماذا؟ بناء على ضغوط أمريكية مباشرة من إدارة بايدن، أم بناء على الضغوطات التي تحصل إن كانت في الداخل الإسرائيلي في متمثلة في المظاهرات في الولايات المتحدة، المظاهرات الطلابية، أم ماذا؟ شكرا أولا. يعني يعني كل ما تفضلت فيه صحيح. من جهة الولايات المتحدة تريد هذه الصفقة، لأن الولايات المتحدة يعني فكرتها للعمل الدبلوماسي الآن هو صفقة هدنة مؤقتة، بعدها يأتي نوع من الاتفاق الإقليمي أو نقول لك يعني بعض المساحة للعمل الدبلوماسي. فالولايات المتحدة تريد ذلك، كما أن الولايات المتحدة إدارة بايدن تواجه ضغوط سياسية في الداخل من المظاهرات في الحزب الديمقراطي وما إلى ذلك. فالولايات المتحدة تضغط، وأضيف أيضا الولايات المتحدة خاصة بلينكن بعد زيارته للمنطقة وجلوسه مع وزراء الخارجية العرب في الرياض وفي الأردن أيضا واجه ضغط كبير. ولكن ما يشير إليه من تنازلات إسرائيلية هي هناك يعني تغييرات، ربما القبول بأعداد أقل من الرهائن، السماح بالعودة للبعض إلى شمال غزة، ولكن كما تفضل الأستاذ عصمت من رام الله، الأساس هو وقف كلي لإطلاق النار، وقف دائم، هذا إسرائيل لن تقبل به. فالولايات المتحدة تمارس ضغوط، ولكنها أيضا في ذات الوقت تتفق مع إسرائيل على الهدف النهائي أنه الوقف، لا وقف للحرب نهائيا إلا إذا تم هزيمة حماس، أما عسكريا أو بقبول قادة حماس بالخروج من غزة. أستاذ عصمت، أنت طرحت سؤال وهو هل سيأخذ نتنياهو أي ملاحظات من حماس ذريعة للدخول إلى رفح، ولكن نتنياهو يحتاج إلى ذرائع حتى يدخل إلى رفح؟ الآن نعم، بأي معنى؟ أمام عائلات الأسرى وأمام مصر وأمام الولايات المتحدة هو لا يريد أن يظهر وكأنه يعني افتعل هذا الفشل أو هو السبب في هذا الفشل. هو يريد أن يلقي كل اللوم على الولايات المتحدة، وأعتقد أن لهجة بلينكن والبيانات التي تصدر عن الخارجية الأمريكية أو التصريحات التي تصدر عن بلينكن ربما تساعد في هذا الأمر. هي تلقي كل المسؤولية والقرار على حركة حماس وعلى رد حركة حماس، وبالتالي ربما نتنياهو يحتاج إلى هذه الذريعة الآن وهو يجتمع مع وزرائه
في الكابينيت عائلة الأسرى في الخارج تتظاهر وتطالبه أن يصادق على الصفقة، أو بمعنى أن يتقدم في هذا الموضوع، وهذا بالذات الذي يجعله يعني يريد أن يمتلك مسوغ ولا يظهر وكأنه عطل، ولأنه قد يموت الأسرى في هذه الفترة، قد يفقدوا، قد يتعرض جزء منهم للإصابات، أو ربما كلهم يعني لا يعود إمكانية لعودتهم. ولذلك أمام هذه المسؤولية الكبيرة أمام الداخل الإسرائيلي، وأيضا أمام إمكانية تدهور الأوضاع على الحدود مع مصر، هو لا يريد أن يظهر وكأنه هو الذي افتعل الأزمة. ولذلك كما قلت يعني ربما يعتبرها ذريعة جيدة أنه حماس، وحماس كما يعني يقولون في الإعلام الإسرائيلي تكون قد أخذت المهمة عن يعني راحت نتنياهو من هذه المهمة أن يدخل في صراع مع عائلة الأسرى ومع الكابينيت، وربما انشقاقات وخروج بن غفير أو خروج غانتس إذا ما يعني اتجه بالاتجاه الآخر. يعني هذا الانقسام داخل الكابينيت في الشارع الإسرائيلي سيتجنب نتنياهو الخوض فيه أو أن يقف في الوسط في هذا الصراع إذا ما يعني جاء رفض حماس على هذه الصفقة. لذلك توقع الآن إنه حماس تقدم موافقة مشروطة أو موافقة مع تحفظات، وهل وهنا يصبح دور الوسطاء. هناك من يعتقد أنه ربما يحتاج الأمر إلى قمة على مستوى رؤساء أجهزة المخابرات وطرح صفقة ملزمة للطرفين. ربما إذا أعطيت المفاوضات مهلة ووقت كافي يمكن الوصول لهذه الصيغة، ويمكن أن تشكل مخرج، وأحيانا يمكن أن يكون تعهد أمريكي لحماس من خلال مصر أنه لن يعلن عن وقف الحرب، لكن نحن نضمن لك أنه لن يعود إلى الحرب. ربما هذا يشكل أيضا مخرج. أستاذ غيث، ناهيك عن الضغط الأمريكي والتظاهرات إن كانت المحلية في إسرائيل أو الطلابية في الجامعات الأمريكية، ولكن حتى التململ الحاصل اليوم عند قيادات الجيش الإسرائيلي وجنوده لربما يكون مساعد في الذهاب إلى صفقة، لأنه هناك من يقول بأنه حتى الجيش الإسرائيلي اليوم تعرض للكثير من الإنهاك في الحرب في غزة. شوف، يعني أولا اسمح لي بس أأكد على نقطة حكاها الأستاذ عصمت، أن هناك حتى في الوزارة الإسرائيلية هناك انقسام، هناك أشخاص مثل غانتس وأيزنكوت يريدون يعني يشددون على ضرورة التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى وما إلى ذلك، وحتى يهددون بالخروج من الحكومة إذا لم يتم ذلك. فهناك ضغط عليه من الداخل. بالنسبة للجيش الإسرائيلي، كل ما أسمعه أنه ليس فقط هناك إرهاق وتعب وتململ، ولكن أيضا الجيش الإسرائيلي يقول لنتنياهو أنه لا يوجد خطة عسكرية فيما يتعلق برفح تنجح إذا لم يوجد هناك أفق سياسي لما يحصل في اليوم التالي لهذه الحرب. الجيش الإسرائيلي لا يريد الدخول إلى رفح واحتلال رفح ومن ثم يصبح مسؤولا عن إدارة الأمور في رفح. هناك يعني نوع من الضغط الإسرائيلي ظل على المستوى السياسي على رئيس الوزراء بأن يقدم تصور اليوم التالي لهذه الحرب. ولكن بالنسبة لنتنياهو، إذا قدم تصور اليوم التالي للحرب فسيخرج بن غفير وسموتريتش وغيرهم من تحالفه. فبالنسبة لنتنياهو ما يريد الآن الإبقاء على الأمور ضبابية، لا قرار هنا ولا قرار هناك، وهو بانتظار أن يأتي يعني شيء ربما يوقظه من هذه الأزمة. ولكن الآن هناك يعني انسداد سياسي كامل، وهناك عدم رغبة عسكرية بالدخول، ليس العدم من الاستعداد العسكري، ولكن لمعرفة العسكر أنه بدون وجود هدف سياسي في العمل العسكري نهايته سيكون الغروب في مستنقع. طيب، أعود إلى ضيفي من رام الله أستاذ عصمت، هل يمكن أن توافق إسرائيل اليوم على هدنة ستؤدي إلى سقوط حكومة نتنياهو ومحاسبته؟ إذا كان العرض لا يمكن رفضه، بكل تأكيد الآن مصر تقدمت بعرض، إسرائيل أعطت ضوء أخضر لهذا العرض، إذا وافقت عليه حماس لن يجد بد نتنياهو من ذلك. ولكن كيف يمكن أن يحمي نتنياهو حكومته؟ دعنا ننتبه أنه صحيح أن بن غفير وسموتريتش يهددان بحل الحكومة إذا ذهب نتنياهو إلى صفقة، ولكن هما يدركان تبعات ذلك، أنهم لن يعودان إلى المواقع التي هما فيها الآن أبدا، وهما سيتحملان وزر ومسؤولية إسقاط حكومة يمين كاملة وخالصة، وهذا أمر ربما لن يتكرر لسنوات طويلة على ضوء الاستطلاعات التي تأتي. لذلك سيكون هذا القرار أيضا صعب، وكي يعني أمام هذا التردد وأمام الوضع الجديد يمكن نتنياهو أن يتذرع
أمامهما أنه أنا أذهب إلى صفقة أطلق سراح أسرى، ولكن أنا أعدكما أنه بعد انتهاء فترة الهدنة أنا أعود إلى الحرب مباشرة وأنا أجتاح رفح. عندها يمكن أن يبقيا في الحكومة وأن لا تسقط هذه الحكومة، وفي هذه الحالة فقط يمكن نتنياهو، وهذا ما يجعل حماس لا تذهب. حماس تقرأ يعني الوضع الداخلي الإسرائيلي بشكل جيد، وهي تدرك أنه نتنياهو يتهرب من النهاية، هو لا يريد أن يرى نهاية لهذه الحرب. وأنا أتفق فعلا مع ما قاله السيد غيث، نتنياهو يتهرب، حتى يعني رئيس الأركان ضغط بشكل كبير من أجل نقاش استراتيجي، هو وصف الحرب بأنها سفينة تبحر دون اتجاه، الجيش ينفذ كل مهمة تطلب منه، تكتيكيا ينجز على الأرض عسكريا، ولكن لا يوجد أفق، لا يوجد مدى، لا يوجد نقطة يريد الوصول إليها، هو عملية حرب مستمرة، وهذا يعني لا يقود إلى سوء التخريب والدمار الذي نتحدث عنه والذي رأيناه في التقرير السابق. لذا أنا أعتقد أنه يمكن في حالة واحدة أن لا تسقط الحكومة، هي أن تكون صفقة لا توقف الحرب، وهذا يعني لا صفقة، لأنه لا أعتقد أن حماس ستوافق أن تقدم ما لديها من أسرى وخاصة المدنيين الذين يشكلون ضغطهم وعائلاتهم على نتنياهو، في مقابل أن يعني يذهب نتنياهو ويحل أزماته الداخلية ويعود من ثم للهجوم عليهم من جديد. وربما أيضا دعنا يعني إذا نظرنا بصورة أوسع، وربما ضيفكم من واشنطن يسلط الضوء أكثر على هذه المسألة، ربما حماس تنظر أنه الآن نتنياهو في ورطة، والضغط الدولي والحالة في الولايات المتحدة والجامعات وما يحدث فيها ستجعله عاجز عن الذهاب إلى يعني مذبحة جديدة في ظل هذا الغضب الطلابي الأمريكي واقتراب الانتخابات الأمريكية تجاه سياسات إسرائيل وممارساتها في غزة. أستاذ غيث، كيف السبيل لإنهاء هذه الحرب بنظرة أمريكية اليوم مع عدم تحقيق إسرائيل أي هدف رئيسي من أهدافها؟ لا حاولت إعادة الرهائن ولا قضت على حماس، حماس اليوم لازالت تهدد أيضا، كما تصعد إسرائيل حماس تصعد، تقول أن لدي قوة ضاربة في رفح. أشوف من بداية يعني الولايات المتحدة إحدى الأدوات التي استخدمتها في الواقع من زيادة الضغط على حماس هي نقل ملف التفاوض من قطر إلى القاهرة، لأن القاهرة تملك أدوات ضغط على السنوار وعلى حماس في غزة أكثر ما تملكه قطر. فهي الآن الولايات المتحدة تستخدم كل يعني حلفائها في المنطقة من أجل الضغط على إنهاء الحرب. الولايات المتحدة ولكن لن تقبل الولايات المتحدة بنهاية للحرب تخرج منها حماس منتصرة، هذا مستحيل. بالنسبة للولايات المتحدة هذه ليست مسألة يعني سياسة داخلية وانتخابية، هي مسألة أمن قومي، لأنهم ينظرون هنا، ننظر في واشنطن إلى أن أي انتصار لحماس هو انتصار للمحور الإيراني، هو يؤدي إلى تشجيع وتقوية أذرع إيران الأخرى في العراق وسوريا واليمن ولبنان وما إلى ذلك. فالولايات المتحدة على الرغم من أنها تريد لأسباب سياسية إنهاء الحرب، ولكن الأسباب استراتيجية مستعدة لدعم إسرائيل ما دامت إسرائيل يعني لم تتجاوز الحدود المقبولة أمريكيا فيما يتعلق في موضوع المدنيين. فلذلك نسمع من بلينكن مثلا ومن غيره من المسؤولين يقولون نحن لسنا ضد دخول إلى رفح، نحن ضد دخول إلى رفح من غير تأمين المدنيين. فالولايات المتحدة تحاول التوصل يعني إلى حل وسط، ولكن إذا وصلت الأمور إلى مرحلة القرار أعتقد الولايات المتحدة وإدارة بايدن ستدعم إسرائيل، لأن في ذلك في الرؤية الاستراتيجية الأمريكية مصلحة أمريكية. ولكن حتى اللحظة هي لازالت تدعم إسرائيل. صحيح، تدعم إسرائيل، تحاول الضغط على إسرائيل من يعني بالطرق الجانبية وبالطرق الخفيفة، لأنها تعلم أن هناك أيضا أبعاد داخلية، لأن يعني نحن نتكلم عن المظاهرات الطلابية هذا صحيح، ولكن هناك قوى أخرى سياسية في وسط الحزب الجمهوري وما إلى ذلك تزال تدعم إسرائيل بشكل كبير. ومن ثم أنه أيضا يعني حماس بالنسبة للولايات المتحدة هي منظمة إرهابية، هناك أمريكيين مخطوفين في رفح وغيرها، فالدعم لا يزال موجود، هناك يعني ضغط خفيف على إسرائيل لتغيير طريقة إدارة الحرب ولكن ليس لتغيير أهداف الحرب. طيب أستاذ عصمت، يمكن أن تتطور الهدنة لنفترض جدلا أنها وقعت وتم التوافق عليها من قبل جميع الأطراف، أن تتطور وتصبح هدنة ووقف إطلاق نار دائم؟ أعتقد أنه سيكون أسهل. الحاجز الذي يعني يشكل عقبة حقيقية هو الوصول إلى هدنة، لكن أنا أتخيل بعد 6 أسابيع من الهدنة
وبعد إطلاق سراح أسرى، وفي ظل وجود أسرى آخرين، أعتقد أنه يمكن تمديد الهدنة، ويمكن أيضا تحويلها إلى وقف يعني كامل لإطلاق النار. المناخ سيتغير، الأجواء ستتغير، اللغة ستتغير، ولذلك يعني حتى الجمهور وحماسته للعودة للحرب ستفتر، والجيش ربما هو الآخر يعني يصبح أقل همة للعودة إلى القتال. لذلك يعني هذا ممكن، ولكن أيضا يعني نعود إلى شكل النهاية وكيف ستنتهي الحرب، وما هو سؤال اليوم التالي. يفترض أنه المرحلة الثانية والثالثة ستناقش مستقبل الإعمار وقطاع غزة ومن يحكم قطاع غزة والمساعدات وغيرها. إذا سلمت إسرائيل أنه حماس هي من ستدير كل هذه العملية، وكأنه يعني لم تفعل شيء في هذه الحرب. ولذلك من هنا الصعوبة، أنه يعني كل طرف يريد أن يعني من خلال الهدنة أن يضع ملامح المرحلة القادمة بما يخدم أهدافه الاستراتيجية والخطط التي وضعها لهذه الحرب منذ البداية. شكرا جزيلا لك من رام الله. كان معنا المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور، وكان معنا من واشنطن الباحث في معهد واشنطن غيث العمري. شكرا جزيلا لكما. أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن السعودية تشترط للعلاقات مع إسرائيل التهدئة بغزة كطلب أول، ومن ثم مسارا واضحا يفضي لدولة فلسطينية مستقلة. Saudi Arabia has made very clear that as part of any normalization deal with Israel, they have two requirements. One, calm in Gaza, and two, a path to an independent Palestinian state. علق الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى على احتجاجات الجامعات الأمريكية التي تندد بحرب غزة، وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستتعامل مع هذه الاحتجاجات بالقانون، وحذر من أن الإدارة لن تقبل بالعنف. بايدن قال إن هذه الاحتجاجات لم تدفعه إلى تغيير مواقفه من الحرب. هناك حق بحرية التعبير والتجمع والاحتجاج، هذا حق للشعب الأمريكي. نحن دولة قانون، والقانون يجب أن يسود. حرية التعبير محمية، والتظاهر السلمي في أمريكا مقبول، لكننا لن نقبل بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة ليس من حرية التعبير وأمر غير مقبول. يجب احترام القانون. الفوضى ليست من حق أحد، ولا مكان بالحرم الجامعي للتهديدات وخطاب الكراهية. كما أشير أيضا إلى أن الاحتجاجات في الجامعات لن تجبرني على إعادة النظر بسياساتي في المنطقة. أكد والي سنار السودانية توفيق محمد علي استعداد الولاية لدعم الجيش عبر المقاومة الشعبية وزيادة معسكرات تدريب المتطوعين. والي سنار وخلال لقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أوضح أن الولاية مستمرة في دعم الجيش حتى تحقيق النصر والقضاء على من وصفهم بالمتمردين، في إشارة لقوات الدعم السريع. وأعلنا له استعداد الولاية التام في مجمل العمليات العسكرية ومشاركة الولاية ومشاركة أهل الولاية من خلال المعسكرات التي أقيمت للمستنفرين وللمقاومة وقوات الشعب المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات متمثل في هيئة العمليات. فقد أكثر من 3 ملايين سوداني وظائفهم إلى الأبد بسبب الحرب التي دخلت عامها الثاني. جاء ذلك في بيان للتنسيقية المهنيين والنقابات في السودان التي أضافت أن 80% من العاملين بالقطاع الحكومي لم يتقاضوا أجورهم الأساسية منذ العام 2023. كما أشارت التنسيقية إلى أن نسبة العاملين المدنيين بالدولة الذين تقاضوا أجورهم لم تتجاوز 33%. هذا وأكدت تنسيقية المهنيين والنقابات أن القطاعين المصرفي والخاص خفضوا عدد موظفيهم دون أي اعتبار لحقوق نهاية الخدمة حسب قانون العمل. المرتبات عمال الحكومة بين حين وآخر بيصرفوا، البقية يعني الباقي يمكن بيوم متأخرات، وده حق ما بيسقط، يعني بيتقادم ما بيسقط أصلا. عمال هياخدوه ما دي ما فيها إشكال، لكن فيه إشكال أنه مصنع يدمر، بقى خلاص العامل لا يلقى مصنع، لا يلقى مرتب، لا يلقى شغل، لا يلقى.
حتى المقدم ده هيديك مرتب من وين يعني؟ دي واحد من الاشياء. احنا هنا في الحته دي بنقول للشعب السوداني انه الان الشعب السوداني لو الحرب ده وقف وجاء السلام ورجعوا حقيقة هيعانوا معاناة كبيرة جدا، لأنه نسبة الفقر أصبح نسبة كبيرة جدا، البيوت كلها اتنهبت. من القاهرة ينضم إلينا الأستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. مرحبا بك وشكرا لوجودك معنا أستاذ عثمان. التطورات السياسية والعسكرية اليوم في السودان وجولة البرهان الأخيرة في الولايات المختلفة، ما الرسائل السياسية التي نفهمها في هذا الوقت الحساس الذي تنصب فيه الأعين نحو الفاشر؟ صحيح، يعني الآن الأوضاع في السودان تتحرك بصورة فيها تقاطعات كثيرة. الجزء الذي يتعلق بالمشهد العسكري، هناك جولات يقوم بها الرئيس البرهان وبعض مساعديه في بعض المناطق العسكرية وأحيانا في بعض المناطق المدنية، لكنها غير معلومة الحيثيات والنتائج، لأن هذه الجولات استمرت لفترة طويلة خلال الأشهر الماضية دون أن يدرك المواطن ما هو المغزى الحقيقي من هذه الجولات، لأنها لا تنعكس على المواطن بالتحديد. يعني هناك أوضاع يعاني منها المواطنون السودانيون النازحون الآن في كثير من مناطق السودان دون أي سند يمكن أن يساعدهم في تخفيف وطأة الحياة القاسية عليهم. ولا تظهر هذه الزيارات، لا تظهر لها آثار مباشرة تغير من واقع السودانيين في كل هذه المناطق التي زاروها القيادات، يعني البرهان وغيره. أما الوضع في الفاشر فهذا للأسف الشديد هو المشهد القادم في هذه المأساة الذي نتمنى أن لا ينفجر ولا يتحول الوضع الذي هو الآن في أقصى درجات الحذر أن يتحول إلى حرب حقيقية، لأن إذا تحولت الأوضاع في الفاشر إلى حرب هنا ستتغير المعادلة بصورة كاملة في السودان. سيكون هناك وضع جديد، تدخل البلاد مرحلة جديدة للأسف في أسوأ التوقيت، لأن الآن هناك ربما مجهودات دولية للوصول إلى منبر جدة مرة أخرى، لكن وفق خارطة جديدة قد تساعد فعلا في تقريب السلام. وهل هناك فرصة حقيقية للعودة إلى جدة؟ هناك فرصة حقيقية. أنا أعتقد أن الاتصال الهاتفي الذي تم أمس بين وزير خارجية الأمير فيصل بن فرحان والسيد البرهان وحميتي أمس، أعتقد أن هناك مؤشرات على بداية الترتيب لهذه الجولة بصورة واضحة، بمعنى آخر وضع اللمسات الأخيرة التي يمكن أن تساهم. كانت هناك أصلا مجهودات خلف الكواليس، كانت هناك لقاءات، كانت هناك تفاهمات في محاولة لضمان الحد الأدنى من النجاح لهذه الجولة الأخيرة التي إذا فشلت قد توصد الباب تماما أمام أي مفاوضات سابقة. يبدو أن هذه الاتصالات الآن تحاول أن تهيئ الأجواء. تهيئة الأجواء تعني بالتحديد الفاشر، لأن الفاشر إذا تغير الموقف فيها بأي صورة من الصور، إذا اندلع فيها حرب حتى ولو كانت هناك كر وفر بين الأطراف وعمليات سجال لم تصل إلى درجة نتيجة محددة، لكنها بالضرورة ستلقي بظلالها بصورة واضحة جدا على طاولة المفاوضات، وقد لا تبدأ مفاوضات على الإطلاق إذا كانت هناك حرب دائرة في الفاشر. أنا أعتقد الآن هناك محاولة لتجنب هذه الحرب من الأطراف الدولية والإقليمية لضمان أن تكون هذه الجولة المقبلة هي جولة منتجة قد توصل الأطراف فعلا إلى اتفاق السلام. ما الأشياء أو الملاحظات أو النقاط التي ربما من المهم أن تضاف في إنعاد الطرفان إلى التحاور ومن جديد؟ طبعا هناك شروط مسبقة كانت وضعت من جانب الجيش، هي ليست شروط حقيقة، هو طلب بأن تنفذ ما تم الاتفاق عليه في مايو الماضي، وهو إخلاء الدعم السريع للمقار المدنية ولبيوت المواطنين، والجيش يصر على هذا البند. أنا أعتقد أن هذا البند يمكن هو نفسه أن يتحول إلى بند تفاوضي، بمعنى أن يتم التفاوض
حول تنفيذ هذا البند وليس إقراره من جديد أو محاولة الالتفاف حوله. وأنا أعتقد أن ذلك يحل المشكلة، لأن هناك كثير من المتغيرات الآن على الأرض تسمح بأن يكون هناك نوع من التفاهم المبدئي الذي يمكن أن يحقق هذا الشرط. هناك خطاب سابق تكرر أكثر من مرة من الرئيس البرهان، قال طالب فيه بخروج الجيش من ولاية الجزيرة ومن ولاية الخرطوم، هو لم يشر إلى ولاية دارفور. يبدو أن ذلك يستبطن إمكانية أن تكون الدعم السريع يبدو أن ذلك يستبطن أنه بالإمكان في هذه المرحلة قبل الاستمرار في تكملة بقية أشواط المفاوضات أن يكون هناك خروج لقوات الدعم السريع من ولاية الجزيرة ومن الخرطوم إلى دارفور، وتبقى كأنما هي منطقة عازلة بين الطرفين، هناك مساحة أو مسافة واسعة بينهما لحين استكمال المفاوضات السياسية التي يمكن بعد ذلك أن تشكل السودان في المستقبل ما بعد الحرب. لأن القضية الآن الأساسية، وذكر ذلك المبعوث الأمريكي، هي السودان ما بعد الحرب، اليوم التالي، هو أطلق عليها كلمة اليوم التالي. فإذا كان من المطلوب أن يكون هناك تفاوض ربما في بيئة أفضل للنظر في اليوم التالي، ترتيبات اليوم التالي، من الممكن أن يتم ذلك بعد الفصل بين الطرفين العسكريين، بحيث يكون هناك طرف موجود في دارفور، بالأمر الواقع أصلا هو موجود في دارفور، والطرف الآخر موجود في العاصمة الخرطوم، وهو وضع أقرب إلى الطبيعي. هذا قد يساعد جدا بعد ذلك في التواصل بين الطرفين لترسيم المستقبل الذي بالضرورة ستكون هناك مؤشرات مبدئية ذكرها المبعوث الأمريكي الخاص أمام الكونغرس في جلسة أمس، وقال أنه ليس هناك مستقبل لقوات الدعم السريع في السودان بعد الحرب. طيب، أمريكا أيضا وعلى لسان غرينفيلد حددت 5 خطوات عاجلة لمنع كارثة هجوم الفاشل، هي أن تنهي قوات الدعم التحشيد والحصار، تتعهد بعدم مهاجمتها، قيام جميع الأطراف باتخاذ خطوات عاجلة لخفض التصعيد والعودة إلى المفاوضات منبر جدة، وتيسير الوصول السريع والآمن للمساعدات. هذه الخطوات إذا نفذت، وهو أمر مشكوك فيه، قد تمنع أو تؤجل الهجوم على الفاشل؟ هو الخطوات نفذت، ما الآن هناك أي خطوات حصار. التي هناك التحشيد. التحشيد مستمر؟ لا، نعم، أنا أقول أن التحشيد موجود، بمعنى أن هذه الخطوات لا تشمل سحب التحشيد، إنما هو إيقاف التحشيد على ما هو عليه الآن وإبقاء الحالة على ما هي عليه. وهذا طبعا أنا أعتقد ممكن، لأن الوضع الآن هناك فيه نوع من ربما الترقب لعدة شهور ماضية. هذا الوضع صحيح هناك زيادة للقوات، قوات الدعم السريع حول المدينة، لكن هو هذا الوضع الذي استمر لعدة شهور ماضية. المتغير الوحيد الآن، التغيير الوحيد، هو إضافة قوات إضافية. من الممكن الإبقاء على الوضع كما هو دون أن يكون هناك هجوم، ودون أن يكون هناك التوتر أكثر مما هو موجود، لأنه أحيانا التوتر يتسبب في الانزلاق إلى هجوم حتى ولو لم يكن هناك نية لهذا الهجوم. يمكن الإبقاء عليها الآن على هذا الوضع لحين الوصول إلى اتفاق، لأن أي تغيير في خارطة العسكرية الآن لدارفور للفاشر بالتحديد، هذا يعني ضرب المفاوضات. هي ليست المستهدف الآن، ليست الفاشر المستهدف الآن، المفاوضات، جولة المفاوضات المقبلة هي الآن في كف عفريت. إذا حدث أي هجوم بأي شكل على الفاشر، بداية الهجوم تعني نهاية المفاوضات، وللأسف الشديد هذا سيدخل السودان في سيناريو لا أحد يعلم إلى أين يذهب، لأن هذه المفاوضات لو فشلت يعني ذلك أن السودان مواجه بسيناريو التقسيم وسيناريوهات مجهولة كثيرة أخرى. من القاهرة كان معنا الأستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس الأركان المصري أسامة عسكر ونظيره التركي متين غوراك، أكد تطلعهما لتعزيز التعاون العسكري بين بلديهما. هذا وبحث الجانبان الأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي لكلا البلدين. وفي سياق متصل، أجرى رئيس الأركان المصري اجتماعا مماثلا مع وزير الدفاع ياشار غولر، أشاد فيه بتوافق الرؤى بين بلديهما فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري. وفي ختام زيارته لتركيا، تفقد رئيس الأركان المصري هيئة الصناعات الدفاعية التركية وشركة بيكار للطائرات ومقر القوات الخاصة بالجيش التركي.
من القاهرة ينضم إلينا الدكتور عمرو الشوبكي المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. لقاءات رئيس الأركان المصري ونظيره التركي وتأكيد ما على تعزيز التعاون العسكري، هل هي محاولة لتثبيت الاتفاقات السياسية التي حصلت بين البلدين؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. يعني كما هو معروف أنه حدثت جملة من الاتفاقات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والتجاري ولقاء قمة، زيارة للرئيس أردوغان إلى القاهرة، وبالتالي بقي في أعقابها الجانب العسكري، وبالتالي من هنا جاءت هذه الزيارة لكي أيضا تستكمل ما تم بناؤه على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. طبعا كما هو معروف العلاقات بين البلدين أخذت فترة طويلة من التوتر، لكن الأوضاع الإقليمية وما يحدث في غزة وتقارب مواقف البلدين من هذا الملف تحديدا، يعني في النهاية كل من مصر وتركيا رغم تباينات السياسة الفترة الماضية لكنهما يصنفان أيضا في خانة الدول المعتدلة، الدول التي تعتز بخبرات تجاربها الوطنية، هناك أيضا تقارب ثقافي بين البلدين. من هنا يعني كان هذه العودة تبدو طبيعية، ربما على خلاف بلدان، يعني علاقات مع بلدان أخرى هناك تناقضات كبيرة في على المستوى السياسي وعلى مستوى النموذج السياسي، وأقصد بين مصر وإيران مثلا. فالحالة المصرية والتركية نعم كان هناك خلاف سياسي، كان هناك حالة من الاستقطاب، هناك كان عدد من الملفات التي شهدت استقطاب حاد وتحديدا الملف الليبي وخطوط حمراء وضعتها مصر ودعم عسكري تركي لأحد الأطراف في ليبيا في طرابلس تحديدا. كل ذلك في الحقيقة تم طويه، وعدنا إلى الوضع الطبيعي أنه البلدين بينهم نقاط مشتركة كثيرة قد يختلف في بعض الملفات، ولكن حان الوقت وفي نفس الوقت هناك نقاط يعني نقاط خلاف كامل عالقة على المستوى السياسي والعسكري، نقاط خلاف عالقة ما بين القاهرة وأنقرة. لربما من أبرز هذه النقاط هو الدور التركي اليوم في ليبيا، كيف سيحل هذا الملف بالنسبة لمصر على الأقل؟ صحيح، هذا كان يعني ربما كان الملف الأبرز، وشهدنا يعني حالة حتى في بعض اللحظات بعض المراقبين تصوروا بأن هناك إمكانية لتحدث مواجهة مسلحة بين البلدين، لكن يعني طبعا هذا بحمد الله لم يحدث. لكن دعنا نقول إنه التجربة الليبية نفسها رغم وجود هذا التباين في التعامل مع الملف الليبي بين مصر وتركيا، لكن التجربة الليبية نفسها حسمت أمور كثيرة بعد كل السنوات من المواجهات المسلحة والصراع السياسي، أنه لا يوجد طرف حاليا في ليبيا يقول أنه سيحسم الصراع بالقوة المسلحة. لا بني غازي تقول إنها ستعيد الكرة وتحاول أن تدخل طرابلس مرة أخرى، ولا طرابلس تقول إنها ستذهب وحتى تصل إلى الحدود المصرية وتسيطر على الشرق الليبي. الأطراف كلها حسمت موضوع إنه لا حسم في ليبيا عبر السلاح، وهذا أمر في غاية الأهمية طالما انتقلنا من المواجهات المسلحة إلى مسار السياسة. فهنا يمكن لمصر وتركيا التي كان لكل بلد يعني دعم لأحد أو علاقة مميزة بأحد طرفي الصراع في ليبيا، الآن الجميع يجلس على طاولة مفاوضات. صحيح أن هناك خلافات لازالت عميقة، لكن طيب أنا بالفعل هذه نقطة مهمة، دخلنا في مرحلة السياسة الداخلية يمكن لمصر وتركيا أن يلعب دورا
في التوفيق بينهما. إذا الأطراف الليبية المحلية حسمت المسألة هي بعدم الذهاب إلى التصعيد العسكري ما بين الأطراف، هذه العلاقة المصرية التركية كيف ستخدم ليبيا اليوم بإقناع الأطراف إلى الذهاب إلى الانتخابات؟ هذا بالفعل ما يعني ما أود أن أشدد عليه، إنه هذه النقلة لأنه يمكن لمصر وليبيا أن يحققا مصالحهم، عفوا مصر وتركيا أن يحققا مصالحهم في ليبيا عن طريق شراكات مشتركة من خلال التفاهم على مسار سياسي يقوم على توحيد المؤسسات. طبعا الجميع يتكلم في ذلك منذ سنوات وللأسف لم يحدث، ولكنها شرط مهم جدا يعني بالتوازي مع الانتخابات أو ربما قبل الانتخابات، وإذا لم يحدث قبل الانتخابات فلا بد أن يكون هناك تصور لتوحيد المؤسسات بعدها. الحوار لتركيا ظلت لفترة طويلة ليس لها علاقة بالشرق الليبي، في الفترة الأخيرة أعادت فتح قنوات اتصال. مصر لديها علاقات بالشرق والغرب على السواء، حتى لو كان لديها علاقة مميزة بالجيش الوطني الليبي. كل ذلك يعزز من فرص أن دعم المسار السياسي، دعم الانتخابات، والأهم دعم مسألة توحيد المؤسسات الليبية. ما هو السقف؟ وتحديد المؤسسة الأمنية والعسكرية. ما هو السقف العلاقة المتوقع بين تركيا ومصر؟ أنا أعتقد أنه هناك أفق لتطوير هذه العلاقات. كما هو معروف طبعا كان في فترة من الفترات المكون الأيديولوجي في حزب العدالة والتنمية وتعامله مع التغيرات التي شهدتها مصر بسلبية شديدة، لكن كما هو معروف عن الرئيس التركي وكما هو معروف عن حزب العدالة والتنمية برغماتياته الشديدة، وأنه المكون أو البعد الأيديولوجي يعني تراجع كثيرا، وكما هو معروف يهيمن على الحزب فكرة المصلحة سواء مصلحة الحزب أو مصلحة تركيا، البراغماتية والعملية الشديدة في التعامل مع الملفات الإقليمية والداخلية. وشهدنا تحركات للرئيس التركي كانت عكس ما كان يقول به منذ عدة سنوات، سواء فيما يتعلق بمصر أو حتى فيما يتعلق ببلدان عربية أخرى. من هنا أنا أتصور أن الجزء العملي وفكرة المصالح المشتركة والاعتماد المتبادل والشراكات المدنية والعسكرية بين البلدين تفتح أفق حقيقي لعلاقة متطورة بين نظامين فيهم نقاط تشابه كثيرة وشعبين لا يوجد بينهم أي مشاكل تتعلق بالحدود أو ما إلى ذلك، وبينهم إرث حضاري مشترك، وبالتالي يمكن البناء على ذلك في المستقبل المنظور. من القاهرة كان معنا الدكتور عمرو الشوبكي المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. توجه الناخبون في إنجلترا وويلز إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء في 107 مجالس بلدية، إلى جانب اختيار 11 عمدة مدينة من بينها لندن و37 مفوضا للشرطة ومكافحة الجريمة، ومن المتوقع أن تبدأ النتائج بالصدور يومي الجمعة والسبت. المزيد في هذا التقرير لمديرية مكتب الحدث في لندن ريما مكتبي. ملايين الناخبين توجهوا لصناديق الاقتراع في إنجلترا وويلز في انتخابات محلية تشمل مجالس محلية وعمدات ومفوضي الشرطة. ليس هذا فحسب، وإنما تجرى انتخابات فرعية في بلاكبول ساوث لملء مقعد نيابي شاغر. وقد يبدو الحدث محليا بحتا في بريطانيا، لكنه مهم جدا إذ يعكس مزاج الناخب قبل أشهر قليلة من انتخابات عامة يترنح فيها موقع حزب المحافظين الحاكم منذ 14 عاما. ورغم أن التنافس الانتخابي يشمل كل الأحزاب البريطانية، إلا أنه امتحان كبير لإمكانية حزب العمال من نقل تقدمه في استطلاعات الرأي إلى الربح في انتخابات فعلية سواء محلية أو فرعية أو عامة.
دائما تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net للمزيد من الأخبار والمتابعات. كانت هذه هي ملفات الساعة الأولى، نلتقيكم في الساعة الثانية وملفات إخبارية أخرى. مشاهدينا ابقوا معنا. أزمة حقيقية في ليبيا، هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جمود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح. حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. أعرف الأخبار وتابع الحدث. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جابونا؟ طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات
على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك، كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. الخارجية الأمريكية تقول إن السعودية واضحة بشأن العلاقات مع إسرائيل ولها شروط. بانتظار رد حماس، إسرائيل عين على الهدنة وأخرى على رفح، وإعادة الإعمار في غزة قد يستغرق 80 عاما. على وقع الحرب، البرهان يصل سنار والخرطوم تعلن الطوارئ، و3 ملايين سوداني يفقدون وظائفهم للأبد. بعد سنوات من القطيعة، مباحثات عسكرية تركية مصرية، والجانبان يؤكدان توافق الرؤى في القضايا الإقليمية والدولية. وزراء داخلية إيطاليا وتونس والجزائر وليبيا يبحثون ملف الهجرة ودعم استقرار الحدود في منطقة الساحل. غضب موريتاني من توغلات ميليشيا فاغنر في أراضيها ومهاجمتها للقرى الحدودية من مالي. في ساعة إخبارية جديدة، استهدفت 5 غارات جوية مواقع ميليشيا الحوثي في مطار الحديدة الدولي ظهر اليوم. ووفقا لوسائل إعلام حوثية، فإن الغارات نفذتها مقاتلات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا دون ذكر تفاصيل أخرى. توقعت تقارير غربية أن تمتد الطرق الالتفافية واسعة النطاق لشحن الحاويات لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر حتى النصف الثاني من هذا العام، وربما حتى عام 2025. وقال فينسنت كليرك الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك إن تعطيل التجارة العالمية قد يستمر بسبب عدم قدرة السفن على استخدام البحر الأحمر أو قناة السويس للرحلات بين آسيا وأوروبا حتى العام المقبل. وأكد كليريك أنه لا توجد علامة على تراجع التوترات بعد أن أدت الهجمات الحوثية إلى قيام شركات شحن الحاويات بتحويل سفنها حول رأس الرجاء الصالح، مما زاد الوقت والتكلفة على نقل البضائع. يبدو أن التحالف البحري الذي تقوده واشنطن
نجح في تحجيم هجمات الحوثيين ضد السفن خلافا لتهديداتهم بتوسيع العمليات إلى المحيط الهندي. وفقا لإحصائيات موقع يمن مونيتر، فقد شهد شهر أبريل الفائت غيابا لمدة أسبوعين لهجمات الحوثيين، وهي واحدة من أطول فترات توقف الحوادث منذ بدء حملة هجمات الميليشيات على السفن. هذا الهدوء انتهى وفق الموقع اليمني عندما أسقطت سفينة حربية تابعة للولايات المتحدة صواريخ وطائرات مسيرة أطلقها الحوثيون في 24 من شهر أبريل الماضي. ومقارنة بالأشهر السابقة، أفادت بيانات القيادة الأمريكية المركزية سنتكوم أن البحرية الأمريكية والبريطانية اشتبكت مع عدد أقل بكثير من الطائرات بدون طيار والصواريخ الحوثية في شهر أبريل، حيث جرى تتبع ما لا يقل عن 13 صاروخا باليستيا مضادا للسفن وصاروخين مضادين للسفن وقاربين سطحيين دون ربان و42 طائرة بدون طيار. وفي الشهر ذاته أعلنت الولايات المتحدة تدمير نظام صواريخ أرجو متنقل في مناطق الحوثيين. أسفرت العملية عن تراجع ملحوظ في تصعيد الحوثيين. مع هذا التراجع بحلول نهاية إبريل غادرت حاملة الطائرات أيزنهاور والمدمرة غريفلي بعد 4 أشهر من المواجهات مع الحوثيين، ومن المقرر أن يتم استبدالها بحاملة أخرى هذا الشهر. واشنطن أكدت على لسان وزير خارجيتها أن هجمات الحوثيين قوضت حياة الناس في جميع أنحاء المنطقة، وأن بلادها عازمة على بذل كل ما في وسعها لوضع حد لهجمات الميليشيات. المبعوث الأممي إلى اليمن بدوره اعتبر التصعيد في البحر الأحمر بأنه تهديد لمحادثات السلام اليمنية، وأشار إلى أن الحرب في غزة وترابطها مع تصعيد البحر الأحمر أدت إلى تباطؤ محادثات السلام. المبعوث هانس غروندنبرغ عبر صراحة عن مخاوفه من أن أطراف المحادثات قد تعيد حساباتها وتتشدد في مواقفها، ما يهدد بانهيار محادثات السلام. معنا هنا في الاستوديو المحلل السياسي اليمني عادل شمسان، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا أستاذ عادل. يعني التحالف الغربي يقول أنه نجح في تحجيم هجمات الحوثيين على السفن، هو السؤال الحقيقي، هل بالفعل نجح هذا التحالف؟ في الحقيقة يعني نستطيع القول أن لم ينجح، بغض النظر عن الأحداث الأخيرة وتباطؤ العمليات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، نتيجة لأن السفينة بهشاد التي كانت تزود الحوثيين بالمعلومات عادت أدراجها إلى إيران، لكن هناك معلومات ما زالت تستقيها الميليشيا من إيران لبعض العمليات الإرهابية التي تقوم بها باستهداف بعض السفن في خليج عدن والبحر العربي أو المحيط الهندي كما
أعلنت عنه الجماعة. لكن الأحداث الأخيرة ومن الأحداث التي حدثت ما بين إيران وإسرائيل ربما العمليات خفت نوعا ما لكنها لم تكسر تماما. المتوقع والدراسات تقول أن ما زالت الميليشيا الحوثي تمتلك الكثير من القدرة على عملية الاستهداف، لكن عمليات التباطؤ أو التأخير ربما ناتج عن بعض التفاهمات أو بعض الرسائل. ندرك كثيرا أن هناك كثير من الاتصالات عبر عمان لإيران عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأوروبيين. هذه الاتصالات تحاول أن تهدئ من الأوضاع في البحر الأحمر، لكن النتيجة أن كثير من السفن لم تعد تمر في هذا البحر الهام والمضيق باب المندب وقناة السويس، أثر كثيرا على المنطقة، لكن العمليات ما زالت يعني مستمرة وإن كانت بطيئة. طيب أستاذ عادل، يعني أنت قلت هي لم تنجح هذه القوات أو الحملة التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا في لجم الحوثي، متى نستطيع القول أن بالفعل هذا التحالف قد هزم الحوثي في البحر الأحمر؟ متى يمكن أن نستطيع القول أن الحوثي اليوم فقد قدرته على استهداف البحر الأحمر والسفن؟ دعنا نتحدث أخي العزيز أن العمليات الاستهداف للخطوط الملاحة كانت منذ الحرب العالمية الثانية والفاشية الإيرانية الألمانية منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يحدث سوى بعض عمليات القرصنة البسيطة التي تم السيطرة عليها، لكن ما أحدثه الحوثيون هو كسر كبير في مسألة خطوط الملاحة وسلامة الملاحة البحرية في العالم، كون هذا المضيق أو المنطقة تطل على أهم مسار التجارة العالمية. لذلك هذا الحدث لم يقابل بالشدة الكافية من قبل سواء كانت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ككل، بغض النظر عن ما أحدثته من عمليات أو ضربات نوعية نوعا ما قامت بها، لكن المعلومات التي لدينا أنه تم إخفاء كثير من الأسلحة وتوزيعها في الجغرافيا اليمنية بشكل كبير، وعملية إخفائها قوية جدا ما بين الجبال وما بين السهول. ولا تستطيع القوات الأمريكية رغم تطورها من استهداف هذه الأسلحة المخبأة أن تعرف مكانها؟ بالتأكيد، لكن العملية الاستهداف إن كانت لمناطق أو سير حركة أو إخفاء بعض الصواريخ أو الطيران المسير بالإمكان إخفاؤه بأي مكان كان، يعني واليمن بجبالها وشعابها وسهولها كبيرة جدا يعني بحيث يستطيعون إخفاءها. فعملية الاستخباراتية ضعيفة أو عملية استهداف لابد أن تنال من القيادات التي تحرك هذه العمل، وبالتالي هناك سيكون ربما تحفظ من قبل الميليشيا باستمرارية الاستهداف. لكن الأعمال التي تقوم بها الميليشيا والتجهيزات ما زالت، المعلومات تدل بشكل كبير على أنها تعد العدة لعمليات أخرى، ليس فقط إن كانت توقفت حرب غزة وإنما أبعد من ذلك. الأيديولوجية التي تنطلق منها الميليشيا الحوثية تدل على أن إيران تريد السيطرة على هذه المنطقة والتأثير بما عن مصالحها الخاصة وملفها النووي وكذلك بقية ملفاتها التي تعنيها بشكل مباشر، وبالتالي السيطرة على هذه المنطقة ستظل وستبقى تأثير ميليشيا الحوثي بشكل كبير. لكن العمليات التي تقوم بها المجموعة الدولية بشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لن تؤتي أكلها، والتأثير إن زاد عن ذلك ربما سنلحظ يعني في الأيام القادمة ربما بعد الانتخابات الأمريكية أو قبل ذلك للتأثير في عملية الانتخابات، ربما سيكون هناك نوعا ما من الشدة في التعامل مع ميليشيا الحوثي، كون هذا التأثير سيؤثر بشكل كبير على مسار الانتخابات في الولايات المتحدة. طيب أي سيناريوهات أقرب اليوم للملف اليمني وملف حل أزمة البحر الأحمر؟ هل إيران والولايات المتحدة يتوصلان إلى اتفاق دبلوماسي سياسي؟ عملية السلام في اليمن النقطة الثانية، الذهاب إلى إكمال عملية السلام ما بين في 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 اليمن، أم دعم الشرعية اليمنية بالسلاح ودعمها لكي تسيطر على الحديدة المطلة على البحر الأحمر؟
كلا النقطتين ربما تكون بعيدة. اتفاق ما بين أمريكا وإيران ربما من تحت الطاولة أو عبر وسطاء من عملية تهدئة واستراتيجيات فيما يتعلق في الملف النووي ربما يصلون إلى اتفاق ويكون هناك تهدئة. لكن فيما يتعلق الآن في الأحداث التي حصلت وهذا يرتبط بالرد الإسرائيلي على إيران، إن كان هناك من رد، لكن إن كان استطاعت تقنع أمريكا إسرائيل بعدم الرد ربما سيكون هناك تفاهمات ما بين إيران من هذه وإسرائيل. النقطة واضح أنه لم يكن هناك رد أصلاً. نعم، وبالتالي الملف الآخر ما يتعلق بالملف السياسي اليمني أو المباحثات السياسية للتوصل إلى حلول، أنا في اعتقادي أنه ما زال بعيدا خصوصا مع الأحداث الأخيرة. ميليشيا الحوثي تعد العدة في كل الاتجاهات. سأذكر فقط مثالا، يعني مسألة الاستعدادات التي تقوم بها والخطر الكبير. التقيت بأحد الطلاب الذي قامت أسرته بتهريبه من مناطق سيطرة الحوثيين لأنه فقط كان متميز في الكيمياء والفيزياء. تسيطر ميليشيا الحوثي الآن وتريد ابتعاث طلاب أو السيطرة على طلاب في هذه المجالات تحديدا لتقوية ما يسمى أو إنتاج خبراء معينين في الأسلحة المختصة بهذه النوعية من الدراسات. هذا الخطر الكبير الذي نعانيه، وأيضا تقوم بعمل منح دراسية خصوصا إلى إيران لتجهيز هؤلاء للمرحلة القادمة. هم قاموا بعملية تجهيزات منذ 5 سنوات لكن الآن بشكل مكثف تبحث عن الطلاب المتميزين وإن لم يكن من الأوائل، لكن الشرط الأساسي الكيمياء والفيزياء. هذا واحد من الأدلة فقط التي نستشهد من خلالها على أن ميليشيا الحوثي لن تذهب إلى السلام. استغلت الآن أحداث غزة بالتجيش في الداخل اليمني استعطاف الناس في هذا الجانب، وهي تسعى إلى مرحلة قادمة من الحرب واستغلال هذه الحرب بالضغط للحصول على مكاسب تريدها فقط وليس الدخول في مباحثات سلام وعملية سياسية. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي اليمني عادل شمسان على كل ما تفضلت به من معلومات. أطلقت بوارج عسكرية في البحر الأحمر النار على قوارب صيادين يمنيين حاولوا الاقتراب من ممر الملاحة الدولية قبالة المخا غربي اليمن. ووفقا لمصادر محلية فإن قوات خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر عممت على الصيادين وحذرتهم من الاقتراب من الممر الدولي. النشرة مستمرة وتتابعون فيها أيضا. محكمة تونسية تحيل 40 متهما في قضية التآمر على أمن الدولة للمحاكمة في تهم تتصل بالإرهاب. خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداث صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسٍ. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير.
أهلا بكم من جديد. أفاد التلفزيون السوري بإصابة 8 عسكريين فيما وصفه بأنه هجوم إسرائيلي على أحد المواقع في محيط دمشق. ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري أن إسرائيل شنت الهجوم باتجاه الجولان الذي أسفر عن بعض الخسائر المادية. عقد وزير خارجية إيطاليا جلسة مباحثات في روما مع نظرائه من تونس وليبيا والجزائر. ووفقا لما ذكرته وكالة نوفا الإيطالية، فإن المباحثات تركزت حول ملف الهجرة غير النظامية من شمال إفريقيا. وخلال الاجتماع الرباعي قال الوزير الإيطالي أن الأولوية في مكافحة الهجرة غير النظامية هي تعزيز استقرار الحدود البرية بدءا من منطقة الساحل، كما دعا إلى تدعيم استراتيجية المساعدات على العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم. كانت روما استبقت هذه المباحثات بنفي إقامة نقطة ساخنة في تونس لاستقبال المهاجرين، حيث دعا وزير الداخلية الإيطالي إلى استبعاد هذه الفكرة تماما. بالتزامن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه إقامة أفارقة جنوبي الصحراء في بلاده، متوعدا بإنفاذ القوانين ضد كل من يحاول المساس بأمن تونس. من تونس ينضم إلينا المتحدث السابق لوزارة الداخلية التونسية والخبير الأمني العميد خليفة الشيباني، من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم. مرحبا بكما وشكرا لوجودكما معي في هذه الساعة الإخبارية. أبدأ مع ضيفي من تونس الخبير الأمني العميد خليفة الشيباني. عميد خليفة، ماذا ستقدم هذه الاجتماعات أكثر مما قدمت الاجتماعات الأخرى السابقة؟ مساء الخير ليك ولكافة مشاهدي قناة الحدث الغراء ولضيفك الكريم في من طرابلس. لا، في اعتقادي هي تواصل هذا الزخم، معناها هي متابعة، معناها تأتي، معناها سواء كانت في العلاقات الإيطالية بتونس أو بالجزائر أو بليبيا، وكذلك تأتي غدات القمة الثلاثية التي انعقدت في تونس وشاركت معناها فيها الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري ورئيس مجلس الرئاسة الليبي. فاعتقادي هذا الموضوع يهم إيطاليا ويهم الدول القريبة من الضفة الجنوبية للمتوسط، بالتالي هناك اجتماعات كانت تكون دورية معناها في تونس، سواء بزيارات رئيسة الحكومة الإيطالية إلى الدول الثلاث أو زيارات وزراء الداخلية إلى البلدين. فاعتقادي تأتي في هذا الإطار، لأن هاجس الأفارقة جنوب الصحراء أصبح هاجسا يشكل معناها تهديدا أمنيا للدول الثلاث، سواء في شمال أفريقيا اللي هي تونس والجزائر وليبيا، وكذلك معناها بوابة أوروبا اللي هي إيطاليا. فاعتقادي هذا يندرج في إطار سلسلة المحادثات سواء الثنائية أو الإقليمية، ناهيك عن القمة التي عقدت في إيطاليا وشاركت فيها العديد من الدول حتى التي هي بعيدة عن حوض البحر الأبيض المتوسط حول مقاومة الهجرة الأسرية، المربوطة هي بالجريمة العابرة للقارات وهي الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والإرهاب. فاعتقادي يأتي في هذا الإطار وفي إطار تواصل المجهودات وإيجاد الطرق المثلى لتطبيق معناها استراتيجية سواء إقليمية أو دولية للوقوف أمام هذه الظاهرة التي والحقيقة أصبحت تمثل معناها بالنسبة لتونس على الأقل أنا أتحدث هاجسا للأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي، وأصبحت معناها تمثل في الشارع معناها رفضا لهذه الظاهرة التي منفكت معناها تتطور وإلى مواقف تكاد تمس من الأمن التونسي معناها. نذهب إلى طرابلس وضيفنا من هناك الأستاذ إبراهيم بلقاسم. أستاذ إبراهيم مرحبا بك. ضيفي من تونس يقول أن هذه الاجتماعات هي لربما اجتماعات تكاد تكون دورية، ولكن السؤال خاصة فيما يتعلق بالشأن الليبي، يعني ألم يحن الوقت لمعالجة الملف من دول المصدر أن تنصح ليبيا وتونس المسؤولين الأوروبيين بالاجتماع مع دول المصدر بدل الاجتماع مع دول العبور كليبيا وتونس وغيرها؟ أهلا بك في البداية سيد مبروك، وأهلا بضيفك ومشاهديك. حقيقة
الأمر قد يتجاوز قدرات وحدود البلدين أو البلدان الثلاثة ليبيا تونس الجزائر، لأن التحديات الأمنية لا يبدو أنها فقط تستهدف أحدى هذه الدول بل تستهدفها جميعا، ونحن جميعا يعني مصيرنا على الأقل فيما يتعلق بهذه التحديات مشترك بشكل كبير جدا يعني. ومسألة الهجرة غير الشرعية هي تؤرق تونس وكاهل التونسيين والليبيين أيضا، وأعتقد أن المسألة تحتاج إلى جهود أكبر والتعامل بشكل مناسب مع هذا الملف على مستوى إقليمي وليس فقط على مستوى دول بشكل أحادي. ونحن نتعامل مع الإيطاليين على أنهم الطرف المتضرر الأكبر في الأسرة الأوروبية، وعندما نتحدث عن ملف الهجرة غير الشرعية وليس الملف الوحيد الذي يعني نناقشه على مستوى الدول الثلاثة، بل هناك ملفات أخرى من بينها مسألة التأمين الحدود، حدودنا الجنوبية لكل هذه الدول هي مسؤولية أوروبية لأن هم المتضررين من الأساس من انتهاك أو من ضعف إدارة الحدود بالشكل المناسب. المفترض أن يساعد الاتحاد الأوروبي في تحمل مسؤولياته على الأقل تقدير، ويساعد هذه الدول في بناء مؤسسات جيدة قادرة على إدارة ملف الحدود، ملف الهجرة غير الشرعية، ملف الجريمة العابرة للحدود. هذه الملفات ليست لا ليبيا ولا تونس ولا الجزائر مصدرا لها، بل هي عابرة إلى أوروبا من أفريقيا. نحن دول عبور، نحن مسلك، لسنا الهدف الأساسي. واعتقاد أنهم يمكن أن يحمل لهذه الدول الثلاثة مسؤولية وأن تكون أشبه بمكب أخطاء الآخرين مسألة مرفوضة تماما. هذا الموقف يتفق فيه الجميع، تونس، ليبيا، الجزائر. ولهذا كانت هناك مبررات كافية للرؤساء الثلاثة والقادة الثلاثة لهذه الدول للاجتماع والحديث على طاولة واحدة فيما يتعلق بالتحديات الأمنية للدول الثلاثة بالدرجة الأولى، ثم الحديث أيضا على المصالح الاقتصادية وغير ذلك من هذه الملفات. بل ربما تكون هذه الاجتماعات ليست أمنية فقط، بل قد تكون لبنة لما هو قادم، لما هو أكبر. الآن نتحدث على أننا يعني على مستوى شمال أفريقيا هناك غياب لدور إقليمي أو تحالف على مستوى الدول الثلاث، أو تجمع هذه الدول أو تحافظ على مصالح هذه الدول بشكل رسمي وبشكل فعلي وبشكل مؤثر. جامعة الدول العربية لدينا فيها معضلة ومشكلة تنفيذ أو مشاكل كثيرة في جامعة الدول العربية غير قادرة اليوم على أن تكون المنصة التي يمكن أن تدافع عن مصالح هذه الدول الثلاثة بالدرجة الأولى. لذا أصبح هناك تفكير الآن في إنشاء أشبه بتحالف جديد، الباب فيه مفتوح لكل من يرغب. قد تكون مبرراته فقط المرحلة الأولى هي أمنية، ولكن مكاسبها أكبر بكثير. نحن نتحدث عن فرص كبيرة جدا على مستوى الاقتصادي، خزان بشري لا بأس به، مساحات كبيرة جدا، فرص الاستثمار وفرص التعامل بشكل مناسب مع الدول الثلاثة بكل ما لديها من مقومات ومن فرص حقيقية. المستفيد الأكبر بالطبع تونس، تونس التي الآن يعني ربما تكون هذه الملفات أحد مفاتيح نهضة تونس أو صعود تونس، بلاش النهضة، صعود تونس فعليا لمستوى آخر ولمعالجة أزمة الأزمة الاقتصادية في تونس بالدرجة الأولى، وهو أحد التحديات التي يتبناها الدول الثلاثة ليس تونس فقط، التحديات الأمنية أيضا نتبناها الدول الثلاثة معا. مرة أخرى المصير مشترك فيما يتعلق بهذه الملفات. طيب، نتحدث مع الإيطاليين بشكل مناسب وبصوت موحد وبصوت واحد في هذه المسألة. عميد خليفة، أستاذ إبراهيم يقول أن الدور مشترك و اللقاء عقد في روما مع تونس وليبيا والجزائر، ما هي الآلية على الأقل المقبولة لهذه الدول خاصة الجزائر وتونس وليبيا لتأمين مسألة الحدود؟ ونحن نعلم أن مثلا على الحدود الليبية وضح حساس أكثر لأنه المسألة الداخلية لليبيا، التطورات السياسية وانتشار السلاح مشكل حقيقي. يعني الآلية المقبولة لجميع هذه الدول التي لربما يعمل بها ليست مساعدة بل بدعم إيطالي على الأقل. لا، هو حتى هو أولا الآلية، أنا كنت أحبذ مثلا الاتفاق الذي وقع بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي أن يكون معناها اتفاقا ثلاثيا على القليلة في شمال أفريقيا لكي يكون معناها التفاوض يكون أحسن، وحتى شروط إقامة هذه الاتفاقية تكون أحسن.
لا، أوروبا يجب عليها أن تقوم بدور هام مهم جدا مع الدول الثلاث، أولا في العديد من المجالات، في مجال في المجال التقني الأمني أو في المجال السياسي والاقتصادي. لكن هناك نقطة أخرى، معنى هي الأوضاع في دول المصدر، دول المصدر هذه الدول التي كانت تحت العباءة الأوروبية اليوم أصبحت تحت العباءة الروسية، هي تشهد منطقة متاع انقلابات، ثم أن دول المنشأ هذه ذات تشكل حتى خطرا إرهابيا. اليوم بوركينا فاسو وساحل العاج وبحيرة تشاد هي تعتبر أحد ملاذات معناها داعش وتنظيم القاعدة. هناك معناها في شمال مالي اليوم حتى الاتفاق الذي كانت رعته الجزائر قد سقط، وبالتالي هناك تهديدات أمنية. نحن في تماس مباشر مع دول الساحل والصحراء باعتبارها معناها دول الساحل والصحراء باعتبارها مصدرا ومنشأ لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، واعتبارها أيضا تهديدا أمنيا للدول الثلاث. أنا أعتقد وأنا أشاطر الرأي معناها في خونا من طرابلس أن الدول هذه في حاجة إلى استراتيجية تكون منطلقها أمني بالأساس، لأن اليوم التهديدات الأمنية في اعتقادي والتحديات الأمنية هي في المقام الأول، بما فيها معناها تهريب الأسلحة والمخدرات والتجارة بالبشر والتي تعتبر روافد للإرهاب. ولكن كذلك نحن اليوم في حاجة إلى تكتل يكون فيه هناك أهداف اقتصادية، خاصة وأن كافة الظروف وكافة العوامل معناها يمكن أن توصل ديموغرافيا وتاريخيا ومعناها بكل المعطيات. اليوم في حاجة إلى مخرجات، وفي اعتقادي أن هذه اللقاءات إذا لم تترجم واقعيا وميدانيا إلى تعاون استخباراتي وتعاون فني على مستوى الوسائل وتعاون معناها فعلي على الميدان، وأننا نتجه إلى الدول التي هي مغيبة تماما أو أنها تريد أن تغيب، معناها حتى اليوم الحديث عن الهجرة الطوعية في اعتقادي هو معناها حديث لا يلامس الواقع، باعتبار أن هذه الدول العديد منها وأنا هنا في تونس معناها العديد منهم ليس لهم جواز، وفي أكثر الحالات هذه الجوازات السفر مدلسة، وحتى التنسيق مع السفارات هذه معناها الوضعية معقدة ومعقدة جدا. طيب كيف نفهم إلى الآليات وهذه عميد خليفة، كيف نفهم مسألة تدعيم استراتيجية المساعدة على العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين كانوا في تونس أو حتى في ليبيا، وأنت تتحدث عن نقاط مهمة وهي مسألة التواصل مع سفارات هذه الدول والكثير منهم أصلا لا يحملون أي وثائق؟ هناك عامل آخر هنا، هذه بدعة تقوم بها المنظمات الدولية إلا في تونس، معنى هناك مفوضية اللاجئين موجودة وكأنها غير موجودة في تونس، المنظمة الدولية للهجرة وكأنها موجودة ليس موجودة في تونس. هذه المنظمات وجدت لكي تساعد هؤلاء الناس بغض النظر على تسمياتهم، لاجئين مهاجرين أو غيرهم، إلا أنهم في تونس غير موجودين. عندما نتحدث عن الهجرة الطوعية يجب أن تكون مشاركة هذه المنظمات، ويجب أن تكون هي في المقدمة. اليوم معناها مع كافة بالأسف في تونس تكاد تكون غير موجودة، هي موجودة بنايات ولا تقدم حلول لهؤلاء الناس. هنا في منطقة البحيرة قريبا من العاصمة لها مقر يتواجدون فيه منذ سنوات، ومفوضية اللاجئين معناها لا تقول كلمة ولا تتخذ موقف. نحن معناها القضية هذه رأي انطلقت من تقريبا من 2011، هناك من معناها قدموا من دول أخرى دول مجاورة وبقوا في مخيم في الشوشة ولم تنفض مشاكلهم. هؤلاء ليس لهم وثائق، مسجلين لدى المفوضية، يريدون مغادرة تونس، يريدون الذهاب إلى دولة أوروبية، لا توجد مساعدات حتى في تونس. ما يقوم به يقوم بها الدولة التونسية، يقوم بها الهلال الأحمر التونسي، وتقوم بها هيئات المجتمع المدني. هذه الدول التي من المفروض أن تقوم بدورها، شأنها في ذلك شأن العديد من الدول الأخرى، غير معناها غير قائمة بدورها، مقصرة في دورها. أنا لها أن تتدخل أو أن تغادر البلاد لأن وجودها شكلي أصبح في تونس، معنى لأنك عندما تتحدث عن هجرة طوعية يجب أن تتدخل هذه المنظمات، لأن مسألة الهجرة والعودة تتطلب أموال، تتطلب ميزانية، تتطلب دراسة ملفات حالة بحال. هذا يتطلب مجهود دولي وإقليمي، معنى الظاهرة ظاهرة الهجرة. ناهيك أن القمة التي معناها نظمت في إيطاليا في السنة الفارطة حضرت فيها العديد من الدول، لأن ظاهرة الهجرة غير النظامية لا تعني بالضرورة دول تونس والجزائر وليبيا، بل موجودة العديد في الأخرى حتى على مستوى البحر الأحمر ومن اليمن وإريتريا وغيرها، معنى هي ظاهرة دولية معنى. لكن لنتحدث هنا يجب أن يكون التنسيق أكثر من هكا، ويجب أن تقوم سيرتول المنظمات الدولية، خاصة المنظمات الدولية مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أن تقوم بدورها في تونس الذي يكاد يكون مفقودا هنا في تونس. أستاذ إبراهيم، هل نقطة استراتيجية المساعدة هي مفهوم الحقيقي لإجبار المهاجرين على العودة الطوعية؟ وفي الملف الليبي مسألة المهاجرين ملف متشابك، فالحدود الواسعة الجنوبية تحديدا التي دخل منها الكثير من المهاجرين الأفارقة اليوم، هي الحكومة في الغرب أو حتى الموجودة في الشرق لا تعلم عن الأعداد الحقيقية للمهاجرين الذين دخلوا التراب الليبي ويتجهزون للذهاب إلى أوروبا عبر البحر. صحيح، هذا صحيح، لكن علينا دائما أن نكرر التساؤل البديهي
عندما نقول إلى متى تستطيع دولة مثل ليبيا ودول مشتركة مثل ليبيا وتونس والجزائر لتحمل والاحتواء تلك الأزمات وتلك الكوارث؟ صراحة نتحدث عن الهجرة غير شرعية، الإرهاب، انفلات السلاح على الأقل في مسألة ليبيا. إلى متى نستطيع أن نحتوي ونحافظ ونعالج هذه الأزمات بمفردنا وأن لا ندعها تتسرب إلى الشواطئ الأخرى وإلى الدول الأخرى؟ هذا يعني ثقل كبير جدا على عاتق الدولة الليبية وحتى على الدول الثلاثة، لأن مرة أخرى مصيرنا مشترك وهذه الملفات نواجهها بشكل مشترك في هذا منذ انطلاق هذه الصافرة التي بدأت للعمل المشترك الحقيقي وتفعيل كل الآليات ما بين الدول الثلاثة لمعالجة هذه الإشكاليات. عندما نتحدث عن ملف الهجرة غير الشرعية فنحن نتحدث عن أزمة نحن لسنا طرفا فيها، لسنا الدول المستهدفة ولسنا دول المصدر. وعندما نتحدث الآن عن ضرورة معالجة ملف المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في هذه الدول حتى لا تكون هناك أشبه بتسونامي تهدد السواحل الأوروبية، هذه حقيقة يعني يجب أن لا. لكن نعم هناك انقسام سياسي في ليبيا، وأن ليبيا وحدها غير قادرة اليوم على معالجة ملف التدخلات الأجنبية التي تارة تكون على شكل هجرة غير شرعية تمتد وتدخل إلى ليبيا تعبر إلى أوروبا، وتارة على شكل مقاتلين أجانب متواجدين على أرض ليبيا. يحتاج هذه الملفات إلى نوع من التحالف الإقليمي ولمواقف سياسية من دول شريكة لليبيا فعليا على مستوى الأمني وعلى مستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للحديث عن أو لتأييد ليبيا ولدفع وتشجيع الأطراف الدولية والإقليمية في عملية التسريع في إيجاد حل حقيقي لوقف التدخل في شؤون ليبيا بشكل سلبي وتعزيز حالة الانقسام السياسي الموجودة في ليبيا وتنفيذ أهم مستحقات هذه المرحلة وهو ملف الانتخابات، أو على الأقل تقدير هو توحيد المؤسسات في هذه المرحلة لبدء في معالجة حقيقية لهذه الملفات. لا يمكن معالجة ملف الأمني ولا ملف الاقتصادي ولا ملف المعيشي دون وجود سلطة موحدة في ليبيا، ولن تأتي سلطة موحدة إلا عندما يكتفي أو عندما تتوقف حالة التدخلات السلبية في الواقع الليبي. لكن رغم الانقسام السياسي الموجود في ليبيا ووجود حكومتين، لكن هناك مجهود كبير جدا على مستوى الحكومة. لكن نفس المعضلة الموجودة في تونس أن منظمات دولية المفترض أن تقوم بدور إيجابي في مسألة إعادة طوعية للمهاجرين غير الشرعيين لدولهم أو من خلال المسارات، يعني كل تقوم بها هناك منظمات محترمة مثل الـ IOM تقوم بدور جيد في عملية الإعادة الطوعية وتعيد شهريا بالآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم، أو ضمن إطار بعض الدول الأوروبية التي تقوم بتنسيق أو برنامج تنسيق لاستضافة بعض المهاجرين غير الشرعيين في دولها من خلال آلية بعض الشيء تبدو معقدة ولكن تعالج جزء من المشكلة، لكن الأعداد ما زالت كبيرة وما زالت تتدفق. وهناك من قال بأن لا حدود لها ولا مصدر أساسي ما، وهناك من قال أن العودة الطوعية للمهاجرين والحل الوحيد نعتقد أنه التنمية. طيب، وغياب الموافقة الحرة والمسبقة في هذه الدول والتفكير بشكل مباشر في معالجة هذه الدول تستطيع تعالج جزء. غياب الموافقة المسبقة والحرة من المهاجرين هي ما جعلت العودة الطوعية هي غير طوعية. شكرا جزيلا لكما من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بالقاسم، وكان معنا من تونس المتحدث السابق لوزارة الداخلية التونسية والخبير الأمني العميد خليفة الشيباني. شكرا جزيلا لكما. أحل القضاء التونسي المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة للدائرة الجنائية مع الإبقاء على حبس الموقوفين منهم.
ووفقا لما أفادت به مصادر الحدث، فإن محكمة قضايا الإرهاب قررت تأييد الإجراءات الاحترازية التي اتخذها قاضي التحقيق، منها استمرار قرار معنى التداول الإعلامي في القضية، قضية التآمر، حتى تبدأ المحكمة بحكمها النهائي. نفذ محامون تونسيون إضرابا عن العمل في محاكم تونس الكبرى احتجاجا على ما وصفوها بالتضييق الذي يتعرضون له أثناء دفاعهم عن الحقوق والحريات وتردي ظروف العمل بالمحاكم. وفي السياق، وخلال وقفة احتجاجية شارك بها عشرات المحامين أمام مقر قصر العدالة، أشار رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بالعاصمة العروسي زغير إلى وجود إجراءات جديدة وتصرفات غير مسبوقة تمارس من قبل المتدخلين في الشأن القضائي، منها حرمان المحامين من الاطلاع على ملفات موكليهم أو زيارتهم في السجون. نعود بعد قليل. رحلة فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يومياً أمام أعيننا. محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأتى فرادى ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا 9 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. ساد التوتر على الحدود بين موريتانيا ومالي بسبب توغل عناصر من مرتزقة فاغنر الروسية إلى قريتين موريتانيتين. شكلت موريتانيا لجان لحصر الخسائر التي وقعت خلال عملية مطاردة لأشخاص من مالي تصفهم حكومة بالإرهابيين. أشار والي الحوض الشرقي إسلام ولدسيدي إلى أن الحدود الموريتانية المالية لم يتم ترسيمها حتى الساعة بين البلدين. لا يمكن معرفة الحدود بشكل دقيق إلا بواسطة معالم متعارف عليها. وأكد المسؤول أن موريتانيا قادرة على حماية حدودها ومواطنيها، مستعدة للرد ولرد أي هجوم، لكنها تفضل التعامل بالحكمة وبالهدوء مع ما يحدث حاليا على الحدود الشرقية. كما شدد على أن الجيش مستعد للتعامل مع أي تجاوز جديد يطال الحدود بكل حزم. يذكر أن موريتانيا ومالي تشتركان في الحدود التي يبلغ طولها أكثر من 2000 كيلومتر، وبسبب غياب المراقبة الأمنية على الحدود الشاسعة تتوغل عادة عناصر الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش إلى داخل موريتانيا. من العاصمة الموريتانية نواكشوط ينضم إلينا الدكتور سليمان الشيخ حمدي، خبير في شؤون الساحل والصحراء ومدير مركز رؤية للدراسات. مرحبا بكم وشكرا لوجودكم معنا. يعني إلى أي مدى هذه الخروقات اليوم بالفعل تدق ناقوس الخطر من انتشار مجموعة فاغنر في أفريقيا؟ شكرا جزيلا. أعتقد أنه من اليوم الذي يعني بدأت مالي علاقاتها مع فاغنر بعيد الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المالية،
أعتقد أنه منذ تلك الفترة بدأت كل الدول المحيطة بمالي تخاف أو تخشى أو يعني تتوجس خيفة من هذا الوافد الجديد. أيامها كنا نتحدث عن فاغنر في ذوبها القديم، أيام كان زعيمها الذي قتل في أو توفي في إثر سقوط طائرة. بعد تلك الأزمة ظن الجميع أن فاغنر سوف يتم تقليص نفوذها في مالي أو سوف تأخذ أشكال أخرى، لكن يبدو أن إعادتها كانت فاغنر لم تصل مالي وظلت فاغنر بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة. المشكلة أنه فاغنر هي شركة أمنية خاصة غير يعني لا تخضع لنظام القوات المسلحة، لذلك فإنها تستخدم بدون قطاع قانوني. لذلك موريتانيا تخشى من التعامل معها وتخشى من أن تتحول الحدود الموريتانية التي تبلغ أكثر من 1000 كيلومتر على امتداد الحدود بين البلدين، تخشى أن تحول هذه الحدود إلى ساحة معارك لفاغنر والجيش المالي في مطاردة الجماعة المسلحة التي منذ يعني عقد من الزمن وهي تقاتل الحكومة المالية حتى وهي مع القوات الفرنسية ومع حلف الشمال الأطلسي ومع المتحدة. كلها كانت هذه الجماعات الإرهابية تسرح وتمرح في هذه المناطق وتكبد الماليين خسائر. أما وقد دخلت فاغنر فإن العملية فقط انساحت قليلا الى الشرق من مالي الى الغرب من مالي وشرق موريتانيا، لتتحول مسرح العمليات الى يقترب كثيرا من موريتانيا. شهدنا في الفترات الغير بعيده مقتل 35 موريتاني، مقتل عده موريتانيين بين الفين والاخرى، وكل الاصابع تشير الى ميليشيا فاغنر التي المدعومه او المرافقه من طرف الجيش المالي. طبعا نحن نعلم ان المشهد في الحدود الماليه الموريتانيه. طيب دكتور سليمان، موريتانيا اليوم هي قادرة هي غير قادرة على حماية حدودها البالغة 2000 كيلومتر ما بين موريتانيا ومالي وتسيطر عليها وتمنع تحرك التنظيمات الإرهابية حتى لا تبقى مسألة وجود فاغنر ودخوله على الحدود الموريتانية ذريعة لمالي. موريتانيا قادرة على حماية حدودها، ونحن نعلم أنه حتى في أحلك الظروف أيام 2014 وما بعدها يوم كانت تنظيم الدولة والجماعات المنبثقة عنه تسيطر على شمال مالي، بل اقتربت من باماكو وكانت الدولة تكاد تنهار في مالي، كانت موريتانيا مسيطرة بأريحية على حدودها، بل كانت هي الواحة ولا زالت هي البلد الوحيد في غرب أفريقيا الذي يسيطر على حدوده والذي لم يشهد أحداث إرهابية. لكن ما تغير هو وجود الفاعل الروسي، وجود الروس من خلال فاغنر هو الذي غير المعادلة شيئا ما، ذلك أنه أعطى للجيش المالي قوة ونوع من الجرأة على مطاردة الجماعات المسلحة وعدم الاكتراث كثيرا بالحدود الموريتانية. نحن نعلم أن الحدود الموريتانية المالية صحيح أنها نظريا مرسمة، معروف هذه الحدود على الخرائط، لكنها ليست هنالك يعني معالم واقعية، يعني مؤشرات أو شيء يدل على أن الحدود المالية تبتدئ من هنا والموريتانية تنتهي هنا. لذلك حتى المجموعات القبلية مجموعات مختلطة بين البلدين، لذلك تجد القبيلة جزءها في مالي وجزء الآخر في نفس الأسرة، تجد جزءها في مالي وجزء الآخر في موريتانيا. لذلك من الصعب حتى نظريا وتطبيقيا أن نقول أن الحدود الموريتانية المالية منفصلة وأنهم كيانين منفصلان. اجتماعيا هناك كيان واحد فقط هي تلك الأراضي المفتوحة التي تسيطر عليها الحكومة الموريتانية والمالية، والتي قبل الأحداث الإرهابية لم تكن تشهد مشاكل كثيرة، يعني باستثناء مشاكل بين الرعاة والمنمين أو المزارعين أو أشياء يعني بسيطة. أما وقد بدأت هذه الحاضنة الشعبية التي تنتشر على الحدود الموريتانية المالية تشكل حاضنة بين قوسين للجماعات المسلحة خاصة في الجانب المالي، بدأنا نشهد تطور لهذه الأحداث الأمنية، مطاردات تدخل إلى الحدود الموريتانية، جرأة الجيش المالي على الدخول إلى الحدود الموريتانية، أيضا جرأة فاغنر على سفك الدم البريء أو دم المدنيين بغض النظر عن من هل هم حاضنة إرهابية أم هل هم فقط يعني رعايا عاديين كما كانت الأحداث الماضية في الحدود المالية. لذلك فعلا هنالك معطيات جديدة تغيرت في هذه، لذلك موريتانيا ولماذا لا تنسق موريتانيا مع مالي لأنها لمحاربة هذه الجماعات؟ طبعا
موريتانيا كانت ولا زالت تنسق مع مالي لمحاربة هذه الجماعات، لكن نحن نعلم أن مالي الآن تغير الحكم في مالي، حتى الاستراتيجية مالي لمحاربة أو لمكافحة هذه الجماعات قد تغيرت. مالي كانت لديها باتفاق الجزائر 2015 الذي يحكم علاقة الجماعات المسلحة في الشمال بالدولة، والاتفاق الذي كانت تقريبا يحافظ على نوع من الهدنة وإن كانت هشة. هناك أيضا كانت الأمم المتحدة ترعى هذا الاتفاق، وكانت هناك القوات الغربية بمختلف تشكيلاتها والقوات الفرنسية، كان هذا يشكل نوع من الطمأنة ونوع من الهدوء في هذه المنطقة. أما وقد تنصلت الحكومة المالية من هذا الاتفاق نهائيا وبدأت تلقي بثقلها وراء الروس وراء فاغنر وتريد أن تعيد رسم الخريطة المالية على أسس جديدة وبعد أن ألغت اتفاق الجزائر، الآن الحكومة المالية لديها مشاكل حقيقية، لأنها أصل الجماعات المسلحة والجماعات التي في الشمال والتي تطالب في انفصال الشمال بدأت أيضا تتوجس من 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 نقوص الحكومة المالية من هذا الاتفاق 2014. مالي الآن تريد من الكل أن يعود إلى باماكو وتنشئ اتفاق جديد بناء على معطيات أسمي كويتا وجماعة المجموعة الموجود معه في السلطة. لذلك هذا المعطى الجديد هو ما جعل هذه موريتانيا تغير استراتيجيتها وتحاول أن تغير استراتيجيتها بناء على المعطى الجديد، لأنه لم تعد الحكومة المالية تنسق أمنيا كما كانت، بل هنالك أيضا اللاعب، نحن لا نستطيع أن نجزم بأن اللاعب الروسي هو عامل استقرار بقدر ما هو عامل توتر. طيب السؤال الأخير وفي دقيقة دكتور اسمح لي على المقاطعة فقط لأن وقتنا انتهى، إلى أي مدى يمكن أن يذهب الصراع الروسي الغربي بإفريقيا واستقرارها الهش أيضا في بعض البلدان؟ نعم، أعتقد أنه هذه هي الخطورة، أنه الصراع الروسي الغربي بدأ يأخذ أشكال ويأتي بشكل ناصع على الساحة الغربية. ذلك أن موريتانيا هي البلد الوحيد من غرب أفريقيا الذي لم يشهد النقوص عن الحكومات الغربية، مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، ربما هذه كلها بلاد غادرت المعسكر الغربي. لذلك هنالك فعلا صراع مرير، وهنالك تواجد كبير للقوات الفرنسية، طردت مالي، القوات الامريكيه طردت من النيجر ومن بوركينا فاسو ومن تشاد ربما. اذا هنالك فعلا يعني تغير استراتيجي في المنطقه نخشى ان يحولها الى ساحه حرب بارده جديده بين المعسكرين، خاصه في ظل وجود يعني ذروات نفطيه وطاقويه كبيره، ونحن نعلم حساسيه الطاقه. شكرا. وجود ايضا هذه المنطقه تطل على الولايات الامريكيه في المحيط والكثير من العوامل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك من نواكشوط الدكتور سليمان الشيخ حمدي، خبير في شؤون الساحل والصحراء ومدير مركز رؤية للدراسات. فضيحة عصابة تيكترز في لبنان أشعلت غضب اللبنانيين، مزيد من المتهمين يتم توقيفهم والبحث متواصل عن باقي أفراد الشبكة وممولها، في حين أرقام الضحايا من الأطفال والقصر تخطى 30، ومصادر الحدث تكشف المزيد من المعلومات عن طريقة عمل هذه الشبكة. هو التيك توكر الذي كان يوما مشهورا بغرابته المريبة في المواد التي ينتجها على صفحته، وأصبح اليوم المتهم الأول بأفظع الجرائم بحق الأطفال والقصر. أقفل صالون الحلاقة بعد أن أوقفته القوى الأمنية وست غيره، بعد أن تكشفت لمكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية خيوط جريمة الاعتداء على القصر، وهو بحسب الاتهامات أحد الرؤوس المدبرة في هذه العصابة المؤلفة من أكثر من 30 شخصا يقومون باستدراج القصر وتخديرهم واغتصابهم وإجبارهم على تعاطي المخدرات وتصويرهم لابتزازهم لاحقا. كمان أولادي بيروح بيشتروا من عنده تياب، محل حده في محل تياب كمان تابع له. ما كان بيوحي شيء أي تصرفات؟ عم بقول لك أنا ما بعرفه شخصيا، شايفه بس يعني اللي صار كتير عيب، اللي صار كتير بشع. أولاد أطفال، هذا شيء ما بنسكت عليه أبدا.
سبع عائلات من أهالي الضحايا تقدمت بالشكاوى، ووكيلهم المحامي محمد هول زعيتر أكد للحدث متابعة الملف للنهاية، داعيا أهالي كل ضحية لهذه الشبكة إلى عدم الخوف وتقديم شكاوى لإنصافهم، مؤكدا في الوقت نفسه سرية التحقيقات القائمة. فيما وكيل صاحب صالون الحلاقة اعتبر أن الشبهات غير ثابتة. مصادر الحدث كشفت أن هذه العصابة منظمة ويمولها رجل لبناني، وأن الموقوفين حتى الساعة هم من المشاهير على تيك توك، بالإضافة إلى صاحب محل ألبسة ومصور فوتوغرافي يدعى يا حاء من شمال لبنان. كما كشفت المصادر أن عملية استدراج الأطفال كانت تتم عبر حسابات وهمية على تيك توك وحسابات لفتيات عبر الإنستغرام، أو عبر طلبهم لتصوير إعلانات لأحد محلات الألبسة، ليتبين لاحقا بأنها كمين من العصابة، ليؤخذ بعدها إلى شاليهات وشقق مفروشة في بيروت وجبل لبنان وينفذ هذا الإجرام بحقهم. باب التحقيقات فتح ولن يقفل قبل الوصول إلى كافة المتورطين في هذه الجريمة، كما تؤكد المصادر الأمنية التي أشارت إلى أن الرقم الأولي لهؤلاء الضحايا هو 32 من القُصّر. من منطقة السبتي في قضاء المتن، ناهد يوسف، الحدث. دائما تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، وزوروا موقعنا الإلكتروني الحدث.net. حسام جبالي على رأس الساعة، السلام عليكم.